السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصه للنجاح. بيانفوني نوتخشين اوبورتونيتي بوغ يوسير. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى اولى اعدادي من كتاب باركور فرونسي. اذا قلنا غادي نشوفوا بروميير اني كولاج، غادي نشوفو في الكتاب ديالنا باركور فرونسي، غادي نشوفو سيكونس 4 لي باج 33 34. إذا وصلنا لهاد لا سيكونس 4، دونك شنو عندنا في هاد لا سيكونس 4؟ عندنا فيها ديكخيغ لي بيرسوناج دان كونت، دائما في إطار لي كونت. إذا تنقراو لي كونت، شفنا كيفاش نديرو لو ديبي دو كونت. إذا في هاد لي كونت هاد، في هاد لو كونت هذا، غادي نحاولو نشوفو نحاولوا نوصفوا لي بيرسوناج، يعني الشخصيات اللي يكونوا عندنا في واحد لو كونت. دونك في هاد لا سيكونس هادي قلنا غادي نشوفوا في هاد لا ليكتور ديجاجي لو بورتري فالوريزون دان بيرسوناج. اذا غادي نحاولوا نستخرجوا ولا نحاولوا نلقاو لو بورتري، يعني الجانب يعني الايجابي ديال واحد البيرسوناج. اذا فاش تنهضروا على لو بورتري، اذا تنهضروا على، اذا شنو علاش تنهضروا؟ تنهضروا على لو كوتي ولا تنهضروا على لي كاليتي مورال ديال البيرسونال، تنهضروا على لو بورتري، تنهضروا على لي كاليتي فيزيك، وتنهضروا على، قلنا تنهضروا على لي كاليتي مورال، تنهضروا على لي كاليتي فيزيك اوسي، وممكن نهضروا حتى على لو كوتي فيستيمونتير. اذا في هاد جي كوت اي جو كومبرون، غادي نحاولوا نسمعوا من لو بروف ديالنا دونك على هاد لو بيرسوناج هذا اللي هو بلونغلي. هذا شنو سميتو؟ اذا رسوم متحركه. هذا ستون بون ديسيني اللي هو سبونج بوب. اذا سبونج بوب، سبونج هي بونجا، اذا هي ليبونج، وبوب هو السميه ديالو. اذا هذا هو بوب ليبونج، اذا هو سبونج بوب بلونغلي، وبالفرنسيه بوب ليبونج. J'écoute attentivement le texte lu par mon professeur. Et on essaie de s'entendre le texte que lira le professeur. Après, je recopie le nom du personnage décrit. Et donc, qui est le personnage décrit? Qui m'a dit que je vois dans la photo? Et donc, qui est Bob l'éponge? Il s'agit de Bob l'éponge. Et donc, troisième question que je dégage. Et donc, je vais essayer de le faire. La couleur de ses yeux. Qui est la couleur de la couleur de l'œil? اللون ديال عينيه. اذا الى دي زيو بلو، اذا عينيه زرقين. الى دي زيو بلو. بي لا كولور دو سابو، اذا اللون ديال الجلد ديالو كي داير؟ لا كولور دو سابو اي جون، اذا هو اللون ديالو كي داير؟ صفر ديال الجلد ديالو، اذا صفر. لا كولور دو سا كرافات، اذا الكرافات ديالو كي دايره؟ حمراء، اذا سا كرافات اي روج. دي لا كولور دو سون بونطالون، اللون ديال البونطالو ديال السروال ديالو كي داير؟ هو بغان، اللي هو لا كولور بحال بني. اذا سون بونطالون اي بغان. السؤال الرابع قالك بارمي لي مو سويفون جو سوليني دو qui sont cités dans le texte. Et donc, on va essayer de trouver deux des mots qui sont écrits dans le texte. Donc, on a chapeau, on a cuisine, on a pied, on a cheveux, et on a dessin. Et donc, on va essayer de trouver deux des mots qui sont écrits dans le texte. Et donc, on va trouver cuisine déjà écrite. Pied écrite, cheveux ne sont pas écrits, et dessin ne sont pas écrits. Donc, on va essayer الكلمات اللي غادي نلقاو في لو تيكست. السؤال 5 قالك parmi les mots je recopie une qualité morale de ce personnage. اذا عندنا واحد الكاليتي مورال، اذا الجانب الاخلاقي ديال هاد الشخصيه. هذا هو عندنا الي ديناميك، يعني يتحرك بزاف. اذا الي ديناميك، اذا ديناميك. السؤال 6 جيكوت لو تيكست une autre fois puis je remplis la grille suivante. إذا نحاول نسمع النص مرة أخرى ونحاول نملأ هذا الجدول هذا. إذا لو نو دو بيرسوناج اللي هو السمية ديال الشخصية اللي هو بوب ليبرونج ولا بوب الإسفنج. سي كاليتي فيزيك، إذا
يعني المزايا الفيزيائية دياله هو زيو بلو، إذن عينين زرقين، بو جون، الجسد ديالو ولا اللون ديال الجلد ديالو أصفر، دون إيكارتي، سنانو مفرقين كما تشوفوا في الصورة. بالنسبة للسيكاليتي مورال، إذن الجانب الأخلاقي ديالو، قلنا ديناميك يعني تيتحرك بزاف، ديناميك يعني حركي، اوبتيميست يعني متفائل، نايف يعني شي واحد اللي ساذج، ساتوني فيستيمونتير يعني الكسوة ديالو شنو لابس. إذا عند شنو لابس، لابس شوميز، لابس شوميز بلونش، إذا شوميزة بيضاء، لابس كرافات روج، إذا بونطالون برون، إذا بالنسبة لي زادجيكتيف اوتيليزي، شنو هما لي زادجيكتيف ولا الصفات اللي استعملنا هنايا؟ استعملنا بلو، جون، برون، ايكارتي. بالنسبة لي فيرب اللي استعملنا، استعملنا اتر، افوار، روسومبل ولا روسومبلي، لو فيرب روسومبلي. السؤال السابع، جو ديجاج لا ناتور دو بورتري دو سو بيرسوناج فالوريزون. اذا فالوريزون اللي هو بوزيتيف، الجانب الايجابي، والجانب السلبي ولا ديفالوريزون اللي هو لو كوتي ولا لو بورتري نيجاتيف. اذا في هذا النص هذا حنا سمعنا غير الجانب الايجابي، يعني اذا لو بورتري فالوريزون، اذا لا ناتور دو بورتري اي فالوريزون، اذا بوزيتيف. سؤال 8، قالك جو ريكونستيتو لي كاركتيريستيك دان بورتري فالوريزون. اذا On utilise des adjectifs valorisants, positifs, pour mettre en valeur les qualités physiques et morales d'un personnage. Et donc, les adjectifs valorisants, les positifs, pour mettre en les qualités, les مزايا إما الفيزيائية ou الأخلاقية ديال واحد البيرسوناج ديال واحد الشخصية. Donc, سؤال سعود قالك le texte d'une manière expressive. On essaie de lire le nom de manière معبره. Donc on essaie de lire le jour entier. Le portrait valorisant, adjectif valorisant. Et dans le janib l'ijabi ou la صفات الإيجابية اللي ممكن نلقاوها عندنا أسبي فيزيك، أسبي مورال، وأسبي فيسيمونتير، يعني الجانب الفيزيائي والأخلاقي و اللباس. اذا الهندام، اذا بالنسبه لاسبي فيزيك القاو بو ولا بال، اذا جميل، جميله، فور فور، قوي، قويه، الور اتليتيك يعني عنده الخطوه ديال واحد الرياضي، فيزاج سوريون الوجه ديالو ولا يعني مبتسم، روغار دو يعني عنده النظره ديالو رقيقه ولا لافر فين يعني الشفتين ديالو يعني رقاق، ني في يعني النيف ديالو هو زوين. اسبي مورال، انا بون او بون، جيد، انتيليجون انتيليجونت، ذكي ولا ذكيه، اونيت اللي هو كيكان كي اونيت يعني محترم، سامباتيك يعني كول، اتخويست سوسيابل او جوفيال ولا جوفيال. بالنسبة لأسبي فيستيمونتار، عندنا فيتمون نوف يعني حوايج جداد، أونسومبل أسورتي يعني الحوايج أسورتي يعني التناسق بين الملابس ديالو، شوا دي كولور يوسي يعني يحاول يختار الألوان متناسقة، أبي أون فولور أون سوا يعني اللباس ديالو الحرير ولا من نسيج لي جيد، أون تيسيو غافيني. Je réinvestis, je comprends, je complète le portrait de Bob l'éponge à partir de l'image. Et dans la canne de l'image, on essaie de faire le portrait. Et dans le portrait physique, un homme, un cil, un pied, un bouche. Et dans un homme, cil, pied ou bouche, la bouche. عندنا بورتري مورال، عندنا ديناميك اوبتيميست او نايف، عندنا توني فيستيمونتير شوسور او شوسيت،
السؤال الثاني قالك جو كومبليت لون دي فراز سويفونت. اذا لا فراز الاولانيه جيم لي ديسان انيمي كار il amuse et divertisse les enfants avec des histoires simples. Ben, je n'aime pas les dessins animés car ils sont par nature imaginaires, faux, irréels et grossiers dans leur message. Je cherche pour mon projet dans un compte des éléments du portrait valorisant puis je les note dans le tableau suivant. Dan ana hawt nkseblikom ala had le nom de personnage lié Cendrillon, un élément de portrait belle et blonde, des cheveux lisses et blondes, des yeux bleus et en amande. Monsieur, je m'évalue. Après avoir révisé ma leçon, lu des portraits et fait mes exercices, je peux vérifier si les critères. D'abord, بعد ما ساليت هاد الدرس هذا ديالي غادي نحاول نشوف راسي واش انا je sais repérer les adjectifs valorisant واش ممكن ولا نقدر نحدد شنو هما الصفات يعني الايجابيه الا كانت وي ندير وي الا كانت نو ندير نو je sais repérer les des verbes à l'imparfait اذا ممكن كذلك نحاول نحدد بعض الافعال في l'imparfait je sais repérer les éléments d'un portrait physique يعني تنقدر نحدد شنو هما يعني الجانب الفيزيائي ديال الشخص ولا الشخصية. Je sais repérer les éléments d'un portrait moral يعني الجانب الأخلاقي ديال هاد الشخصية. Je sais repérer les éléments d'une tenue vestimentaire يعني الهندام واش نقدر نحدد شنو هما لي زيليمون ديال الهندام ديال واحد الشخصية. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان، نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد لعجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدمو في القناة تبعي إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، تلقاو اللينك ديالها في لابو ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.